تم التعيين السادة الآتي أسماؤهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم ألف السيد عمر بشير منيس وزارة الشؤون مجلس الوزراء باء الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزارة الدفاع جيم الفريق شرطة الطريف إدريس وزارة الداخلية دال السيد دكتور نصر الدين عبد الباري وزارة العدل ها السيدة أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية شاركت في النقل الكفاءات أتى الارتباط لو قدرنا نحقق السلام زي ما هو متوقع في خلال سنة شهر لستة شهور ده بيخلق مناخ بيخلينا نعيد أولويات الميزانية السودانية. اليوم الحرب بتصرف 70-80% من ميزانيتنا، لو قدرنا نضع لها حد ده حيمشي لحد كبير جدا في انه يسمح لنا في انه نعيد توزيع المسألة دي، نصرف على الصحة، على التعليم.